دحين يا دكتورة يعني طرق العناية اليومية والسهلة في نفس الوقت اللي ممكن أي بنت تتبعها يعني الحفاظ على شعرها. إيش المنتجات يعني وإيش الممكنة كمان الطرق الغير صحية اللي بتضر الشعر أكثر؟ تمام. بس قبل ما تبدا انت قلتي حاجه مهمه انه في منتجات احس الان والدكتوره هتشرح لنا اكثر انه في كثير من المنتجات هذه يقول هذا المنتج ينفع وهذا ينفع يعني كيف الواحد يختار بالضبط؟ بصي هو اهم حاجه رقم واحد كده في العنايه بالشعر ان احنا نبتدي من العنايه الداخليه من جسمنا زي ما قلت لك ان ما ينفعش ان انا يكون شعري كويس وانا عندي انيميا عندي نقص فيتامين دي عندي نقص فيتامين بي الحاجات اللي انا بطلبها من العيانه ان هي تعمل تحاليل مهمه جدا بنعمل تحاليل صوره دم كامله بنشوف هل في انيميا بنعمل تحاليل الغده الدرقيه لازم نستبعد مشاكل الغده الدرقيه لو في مشكله طبعا بنلجا للطبيب المختص يحل بالظبط يحلها معانا بالظبط لو في نقص في الفيتامينز بقى نقص فيتامين بي 12 نقص الفوليك اسيد والزنك كل اكثر شيء شايع اللي فيه نقص يؤدي لتساقط الشعر يعني مثلا انا عندي الان تساقط الشعر الحديد الحديد يعني اروح افحص حديد اروح افحص حديد رقم واحد حديد مخزون الحديد ده عند معظم البنات بيبقى في نقص واحس انه برضه فيتامين دي الحديد وفيتامين دي يعني احنا التغذيه السليمه زي ما بقول لك ناكل الحاجات اللي فيها يعني مثلا حديد موجود في اللحوم في بصراحه احنا غلط اللحوم الحمراء في في الخضروات الورقيه الخضراء زي الجرجير بتبقى عارفه جرجير ده الجرجير كل الحاجات الخضروات اللي لونها اخضر دي يعني غنيه جدا بالحديد برضو الفيتامين بي موجود في الدواجن موجود في الاسماك في البقوليات الزنك برضو موجود في الاسماك وفي اللحوم الحمراء فان احنا نعمل غذاء صحي متوازن ونقلل الجانك فود ده كتير هيفرق معانا في صحه شعرنا وطرق العناية اليومية اللي احنا بنقدر نحافظ بيها على شعرنا او ما نضرش بيها شعرنا من اول حاجة من اول ما بتبتدي تاخدي شاور وانتي داخلة المهم أيوة. اول ان احنا ناخد شاور ستيب باي ستيب ان احنا ناخد شاور بمية بتكون فاترة بمية سخنة بتضر الشعر جدا ان احنا نستخدم الشامبو المناسب لفروة الراس بتاعتنا يعني ايه يعني انا كطبيبة بعرف بالظبط وكمان في حاجة ترند قوي ان احنا كله دلوقتي بيقول فري سلفيت الشامبو يبقى فري سلفيت ايوه اسمع كتير عن الموضوع بس ده مش صحي 100% ليه لان احنا احيانا بنحتاج الشامبوهات اللي فيها السلفيت علشان تشيل الدهون يعني اللي بتكون موجودة على فروة الراس واللي بتسبب القشرة واللي بالتالي بتعمل تساقط اصلا طب ايش الحل نستخدم الفري سلفيت ولا نستخدم العادي مش طول الاسبوع نستخدم الفري ممكن سلفيت مره ممكن في الاسبوع الشامبو يكون فيه سلفيت بالذات لو مره في الاسبوع يعني الصح نغسل شعرنا اصلا من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع حلو.